صافي ماما هاتي هاتي ما تذكريش سميتها تجيني درت لك وغادي تولي بها حالها واحد الحاجه شوفي فيه عليكم نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. نتوما كتشوفوا الفيديو ديال اليوم. صراحه اليوم ما كانش عندي الوقت فين ندير المقدمه ديال لا فيديو حيت جايين عندنا الضياف وتبارك الله حنا ما فايقين حتى الثلاثه وما بدينا كنطيبوا حتى ديك الربعه ونص بحال هكاك. الوغ ما عنديش الوقت فين غنصور لكم الوصفات وداكشي اسمحوا لي. غنحاول نشارك معكم غير شي حويجات بسيط. يلا كملت الحشوه غادي نصايب بها سيجارات واحد الحشوه زوينه ديال الدجاج كنت ديجا شاركتها معكم اول نهار في رمضان. دابا لقيتوني كنصايب في العجينه ديال البيتزا وحرقت راسي واحد مولاتي الحرقه ما نعاودش ليكم افتي راه دابا غنعوض واحد الحرقه خايبه. هاد الزمره هادي جالسه كتصور ليا ستوري تشوفوني تضحكوا عليا درت لهم بحال شي بيبي صغير حاطه حدايا هاد مطيشه الحوكل وما عرفت شناهي هادي كل مره جالسه كنبرد في يدي لانني تشويب ديال بصح ما تشوفوني كنخدمها بايد وحده دابا ما قاداش نحرك هاد الايد محلمت والله هي طارت لي الجلده. بنات دخلت عليكم بوجه الله ها نتوما قولوا لي في لي كومونتير هاد السيده قالت لك بغات تصايب لي كريب بالشوكولا ايوا قلنا ليها الشكلاط ذوبيه وديري معاه شويه الزبيده ولا شويه ديال الحليب وانتي كتذوبي فيه لانه نورمالمون كيذوبوه بشويه ديال الزبيده انا هادشي اللي عارفه وباش كنت كنذوبو حتى ماجدة كتذوبو بحال هكا. ماضيه قالت لك لا غيجي خايب وغيضرنا في المعده وانا قلت لها ما تكثريش وهي باغا كثري كثري قالت لي لا ما نديروش. لا صراحه ما نديروش بالزبده من حقي من حقك واخا من حقك ايوا من حقك ما ديريش بالزبده وجينا كارم انت عارف شويه نسيت مشكله والله حتى هي اللي قالت لي ديري الحليب ماشي حتى انا لا ما كنسمح لي نورمالمون ملي غديري الحبيب زعما ملي غديري الحليب دير ودني فرقعتي ليا خاصه ملي دير الحليب خاصه ديرو معاه وهو كيذوب ماشي انت على خطي يذوب عاود عاود اختي راه قلت لها اه والله خطي غير شي كيفاش راه غادي تخسرو. بنات في لي كومونتير قولوا لي واش كديروا الزبده في الشوكولاط باش تذوبوا ولا لا يلا قولوا لينا. ودخلت عليكم بوجه الله الا ما درتو لا زبده لا حليب وخليتو الشوكولاط غير هكا كندوي على هاد الشوكولا هذا ماشي الاخر هذا واش غيكرم ولا ما غيكرمش انا بعدا هذا كيكرم هذا ديال 4 دريال كيكرم اصاحبتي كاين واحد ديال الحلوى ما كيكرمش ولكن هذا حبي كيكرم. عمركم شفتوا الضياف كيشقاو انتي اختي جاو لقاونا باقيين مرونين ما نوريكمش الكوزينه كي دايره. السلام يحيى مقلوبه سفالة لا الحمد لله تقريبا قربنا نسالي وانا بعدا داكشي اللي درت قربت نسالي لانني انا صايبت غير السيجارات وعجنت الماما العجينه ديال البيتزا هي دارت العماره لاصوص وداكشي وصايبت لي تارت لي تارت هما ديجا شاركتهم معاكم. المهم اي وصفه درتها اليوم راه ديجا شاركتها معاكم
راه غادي تلقاوها في الفيديوهات اللي قبل ديال رمضان، كلهم غادي تلقاو فيهم الوصفات اللي درت اليوم. ماما دارت سلطه ديال الخضره، ايمان صايبات لك خيب بالشوكولا وفخيز وبنان، وصايبت ماما الحسوه، وناديه مرت خالي الله يخلف عليها جابت لينا واحد البغريرات ماشي تكون فيهم واعرين. انا اللي عليا درت وشفت الزنيقه طلعتني او غيأذن دابا، باقي غير لي طاغط خاصو يطيبو صافي. اما الطابله انا صايبتها قديتها كلشي مزيان الحمد لله. هاي السلام عليكم ايها الاطفال، كيف الحال؟ هل انتم بخير؟ وتحل الباب المهم هادو راه مخبين، ماشي مخبين تبارك الله، ما عندنا الطوموبيل ما شاء الله كبيره تبارك الله، كاينين التواس دايرين طبقه فوق طبقه. فطرنا وخرجنا شويه نبدلوا الجو، جينا غير العين ديالك يحيى اسكت وليدي. ايوا جينا لعند دياب نبدلو شويه الجو. قولوا لي كي جاكم الفطور؟ ناديه كي جاك اختي الفطور؟ كي جاكم سيجاراتي؟ سيجاراتي سيجاراتي ناضي شيت صفيقه حاره. قولوا اولي كنزه اولي كنزه. وكي جاكم لا كريب ديال ايمان؟ بيتزا ديال ماما؟ كي جاكم كيكاتي المعبصات؟ لا حشومة عليكم كيكاتي جاو زوين. بغرير ماما نسيتي؟ بغرير نادية. شو 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 تغانيش حيت وليداتها. البغرير اصلا البغرير على المعدة نيشان شويه كيكون قاصح خاصنا نسخرو به، ولكن واحد البغريرات وحده تنسيك في الاخرى الوارد ديال القنح. لاله خديجه الله يعطيك الصحه، اليوم عاونتينا ماشي غير عاونتينا، تقريبا تبارك الله كون ما كنتيش انت يا راه ما يدار كاع هاد الفطور زعما. الله يعطيك الصحه والله يطول لينا في عمرك. امين. الله يسمح لينا منك، الله يشافيك ويعافيك. امين. هما داروا فيها كاع دعيات اسلاميات فوق. يلا شي دعوه ديال الخير، الله يعطيكم ما نويتوا في خاطركم. امين. نتوما وكاع اللي كيتفرجوا فينا. امين. الله يسهل عليكم فاش ما حطيتوا يديكم. امين. الله ينور طريقكم. امين. اللي بايره الله يزوجها. امين. اللي خاصه شي وليدات الله يرزقها الذريه الصالحه يا رب. يا رب. امين. اللي خاصه شي صريف الله يعمر جيبها. امين. فليسات ماشي فليسات اختي اللي مدعو معايا. واللي 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 باقا كتقرا الله يسهل عليها وينجحها. امين. وينجح ليلى ونفرحوا بها ان شاء الله، وتخدم خدمه فعلا تاركه. امين. والله يعطيكم ما نويتوا في خاطركم، هادشي اللي غنقول لكم. الحمد لله يا ربي كنت تلوح لينا تصورنا. امين.
والله يرزقنا حسن الخاتمة دي. يا أحلى دعوة دام عن جميع وحق الله العظيم. وبسلام عليكم. آمين.